يمكن ده اللي بيجاوب على سؤال مهم جدا، ايه الاهميه الاستراتيجيه اللي جذبت دول المحور والتحالف للعالمين تحديدا ويتنازعوا السيطره عليها في هذه الفتره، فتره الحرب العالميه الثانيه؟ ده زي ما قلت لحضرتك عبر التاريخ، من اول التاريخ الفرعوني شويه والتاريخ اليوناني والروماني ثم مرورا هذا الطريق الساحلي بما في منطقه العالمين اللي هي في الوسط هو منطقه استراتيجيه جدا. وبالتالي القوات الايطاليه كانت موجوده في ليبيا ثم انضمت لها القوات الالمانيه، فكانوا عايزين يعملوا اختراق سريع لمصر للوصول الى القاهره فالسويس والتحكم في قناه السويس. والمنطقه دي خطه فشلت طبعا وصلوا لحد العالمين لان من العالمين يعني لو خدوا كده شورت كات قطع على طول هيوصلوا للقاهره في خلال ساعات. صحيح. بشكل كبير جدا. وكانت الخطه كده، يعني الخطه اللي كانت محطوطه هجوم من ناحيه مطروح الى العالمين، التمركز في العالمين عشان كده في الالغام وكده عشان يقفوا، هم وقفوا ضد الهجوم المضاد وكده، ثم اختراق سريع الى القاهره، ثم 100 كيلو يبقوا في السويس تحكموا في دي الاهميه الاستراتيجيه ليها. 21 مليون لغم يا دكتور محمد، 21 مليون لغم زرعت في صحراء العالمين، كنا بنسميها حدائق الشيطان. صحيح. ليه يعني اشمعنا هذه الخطه الخبيثه لتلغيم صحراء العالمين؟ بمناسبه الالغام، الالغام دي ظهرت في كتير جدا من الافلام المصريه. كتير جدا من الافلام المصريه، اكيد حضرتك محب للسينما، هتلاقي فجاه الابطال او بتاع يخشوا في حقل الالغام ويشوفوا ما شافوش اليافطه ويتجمدوا من الحركه وما يتحركوش خوفا من المنفجر. فالالغام دي دخلت بشكل كبير جدا. زرع الالغام في الحقيقه هو جريمه ضد الانسانيه. طبعا عشرات الالاف اصيبوا وتشوهوا وماتوا. طبعا موقعة العالمين هي في الحقيقه موقعتين، موقعة اولى هجوم شامل من دول المحور بشكل كبير جدا، اخترقوا ووصلوا الى العالمين، ومنطقة العالمين منطقة وسط يقدروا يتمركزوا فيها وينطلقوا زي ما قلت لحضرتك للقاهرة بعد كده. فكان في هجوم مضاد من قوات الحلفاء، فعشان كده تم زرع الغام عشان يقفوا وقفة تعبوية زي ما بيقولوا وبعد كده يبقوا يهاجموا. فتم زراعة الألغام بشكل كبير جدا بخرائط ما دهلناش إطلاقا، رفضوا يدهلنا. يعني بعد ما بعد الحرب العالمية الثانية في الحقيقة كان في نداءات عالمية بإزالة الألغام، لأن كل هذه المنطقة أصبحت غير مستغلة، وكم الضحايا المدنيين اللي بعد كده اللي تم كتير ماتوا بشكل وما زال ربما في أفراد من عائلات موجودة اللي فقد إيده فقد رجله. بالضبط. فكان في مناشدات بشكل كبير جدا. ففي الحقيقة أخيرا تم إزالة هذه الألغام، وبالتالي وأخذنا وقت طويل في ده. طبعا لأنه ما حدش تعاون معانا، فبرضو احنا نفخر ان ده بجهود مصرية. بالضبط. يعني الحرب العالمية الثانية انتهت سنة 45، المعركة كانت 42. يعني حتى احنا من سنوات قليلة كانت المنطقة فعلا وحتى في ذاكرة المصريين، سواء من خلال الأفلام أو من الناس اللي عاشوا حقول الألغام دي، كانت مشكلة. فهي جريمة ضد الإنسانية، وللأسف بيتم استخدام الألغام حتى الآن في الحروب.